عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، على خير. اليوم غادي ندير شي عده طرق ديال مسمن معمر، ولكن بطريقه واشكال زعما مغايره على داك المعتاد اللي كنشوفو. ان شاء الله غادي تعرفوهم معنا من خلال الفيديو ان شاء الله. دابا بنتي غادي تعجن، يعاونونا في هذا الحجر الصحي مادام يوم يدخلوا الكوزينه مره هذه الفرصه لينا حنايا. هنا دايره تقريبا دايره جوج كيسان ديال الفورص ديال العنبه، وكاس ونص عامرين، كاس عامر ونص ديال الفينو ان شاء الله. وغادي نحتاجو دايره بنتي الملحه، معلقه ديال الملحه، والسكر، معلقه كبيره ديال السكر. هذا السكر غير باش يعاون دوك المسمن يجينا مقرمل، اما راه ما كيعطيش الحلاوه. مع غادي نعمروها بالحوت والحوت والخضر، ما غاديش تبان هذه المعلقه اللي ما بغاش ما يديرهاش، وكيعاون باش المسمن يجي محمر، حيت غنديرو في الفران هنايا. وغنحتاج واحد معلقه ما عمراش ديال الخميره، ديال الخميره الحمراء ديال الحلويات، صافي مزيان ان شاء الله. وغادي نخلطو دابا بالماء، حاولي تخلطي بنتي هاد السكر باش تذوب لينا الملحه هي والخميره. ها جمعي كلشي خلطي، جمعي كلشي بخطره، يد وحده حتى من بعد جمعي في الوسط، ما تنساوش الاخوات واحد معلقه ديال الخل، هاكي ندير واحد المعلقه، عطيني المعلقه باش نعمرها لك، صافي معلقه ديال الخل، صافي جميل. غادي نحاولوا الاخوات نجمعوا العجينه مزيان، والطريقه ديال المسمن تجمع وتدلك مزيان حتى تولي رطبه مزيان، وغطيوها باش ترتاح باش تساعدنا ملي غنطلقوها. وغادي نرجع معكم بالاشكال اللي غادي نديرو ان شاء الله. فوالا، حنا رجعنا معكم من بعد ما سلقنا هو الاول لافارس ديالنا الحشوه، غادي نسلقوا هو الاول الفيرميسيل ديالنا في القشور في الماء في القشور ديال الكروفيت باش يعطي التنسيمه ديالتهم. بوي حكينا خيزو الكورجيت، وشحرناهم مع ورق سيدنا موسى لي ليغوم او شوا. وي سي سا، لي ليغوم او شوا، نتوما اختار اللي بغيتو. المهم حنا اون بريفير هاد لي دو. بوي نشحروهم مع ورق سيدنا موسى، البزار مع البزار والتحميره والملحه والخرقوم البلدي مع لي كروفيت والعطريه ديال البسطيله فوالا. ومن بعد مع الربيع، بوي مع الربيع سيتو، من بعد كتخلطوهم حنايا وشو عاوتاني غنزيدو الهريسه والحوت ديالنا. الحوت الابيض الاخوات عندكم الاختيار، غير الحوت ما بغيتش نديرو في هاد في هاد المرحله، قلت انا تتخلط ليا الفيرميسيل مع الخضر باش داك الحوت ما يتفرتش وما يجيش باين. هنا كنفضل الهريسه عندنا صايبين دايخين، سيرتو الا معاك الوليدات في الكوزينه راه كلشي مرون. هنا الاخوات قضيه الهريسه، ديروا قياسكم اللي باغي يكونوا حارين. هنا كنخلطوا هاد الخضر هما الاولين، وكنفضل الحوت نخليه حتى الاخر باش ما يتفرتش ليا بزاف وما يجيش باين. السلام عليكم الاخوات، انا رجعت معكم من بعد ما ارتحت لينا العجينه، درناها كويرات هكا يرتاحوا. وهذه اللوينه اخوات، هذه تلوات بحال شكل مسمنه كبيره باش نخرج منها محنشه، وهادو هما اللي غندير فيهم هاد الاشكال. هاني هاد الكويره طلقتها على شكل مسمنه عاديه، مسمن هكا اللي كنديرو على شكل مربع. ودابا طلقتو، هما طلقتو على هكا، غنديرو دابا هاد الشكل اخوات، نوريكم هاد الشكل وعاد نمشي للاخر ان شاء الله. كنحاولوا نديرو هكا وكنقطعوه
بحال شكل مثلث هكا. كطلقوا شويه هنا، كنحاولوا هنا نديروا فيه هاد الشراطي، ما نوصلوش لهنا الاخوات، توصلوش لهنا حيت هنا غنكونوا فيها نديروا فيها الحشو ديالنا. هاكا كنجبدوا شويه العجينه باش نديروا البلاصه ديال الحشو. هنا الاخوات كنجيبوا الحشو ديالنا، هذوك الخضر نتوما لكم الاختيار، ديروا الخضر اللي عجبكم. داك الحوت ما كنبغيش نفرتو معاه، كيعجبني هكا باين. هكا كديروا الفرماج الاخوات، الفرماج اللي بغيتو نتوما. ان شاء الله كنحاولوا نجبدوا العجينه باش نغطيوها. هكا كنحاولوا ندوروا الاخوات. هنا الاخوات هو الشكل اللي درناه، هو الشكل اللي درناه ان شاء الله. وغادي نوريكم الطريقه ديال هذا اللي مربع ان شاء الله. كتاخذوها هكا مسمنه هكا اللي طلقنا، كتلقوها شويه هنا، كنديروا الخضر هنا، كتحاولوا تشدوا الجناب بحال دابا هاد الجناب، كنديروا اليوم هكا كتجبدوهم هكا، كتحاولوا هنا تشدوه مزيان هنا باش ما تطلقش لنا في الفران، حيت انا غادي ندخلو من الفران ان شاء الله. دابا غادي نديروا المحنشه، نوريكم الطريقه ديال المحنشه. هنا كتلقوا ديك العجينه ديالكم طويله، كتحاولوا تجيبوا الحشو ديالكم وديروا على شكل هنايا، كنديروا الحوت هنا. الاخوات اللي بغات هنا دير فيهم الفرماج ديرهم، ما بغيتش شي وحدين يكون فيهم الفرماج صافي. كنحاولوا نغطيو هنا، من بعد كنحاولوا نغطيو ونجبدوا، جبدوا شويه الاخوات باش ما تجيناش ديك العجينه غليظه، كنجبدوها حيت عارفين ديك العجينه ديال المسمن هي الاستيك صافي. كنحاولوا ندوروا دوره واحده ما تكثرش العجينه باش يجيو مقرمشين صافي. كنحاولوا نقطعوا صافي الاخوات، كتحاولوا ديروا لها هكا صافي، كتبقاو تدوروا هكا صافي. غادي نحطوها، هادو هما الاشكال ديالنا الاخوات. غادي نستمر نكمل وغادي ندهنهم بالصفر البيض وغندخلهم للفران ان شاء الله وغنرجع معكم. السلام عليكم الاخوات، انا رجعت معكم. بالنسبه دوك المحنشات ديالنا ها هما محمرين الله. بالنسبه قبل ما ندخلهم الفران دهنت بالبيض ودرت لهم داك البافو، ليكم الاختيار ديروا اللي يعجبكم. وبالنسبه هادو اللي درنا الشكل ديال المسمنه والعمره هذا الشكل الاخر ان شاء الله. باش تشوفوا كي راه مقرم لي، راه تقولوا بحال الورقه. نقطع لكم وحده ها هما، شفتم مقرملين هم الاخوات. كيجيو بحال الورقه، يلا ان شاء الله تجربوهم. الصحه والراحه الاخوات.